بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على التسليك وعمليه التسليك وايه اللي بيحصل، وهنسلك عملي مكنه قدامنا قطعه لونين، وهنشوف الشغل بتاعنا هيبقى شغال ازاي. عندنا الادوات بتاعه التسليك، اول حاجه الجهاز بتاعنا، وعندنا الماده اللي هي المزيج اللي بنشتغل بيها، المحلول المزيج بتاعنا، وعندنا الحوض ده اللي بيخش في المكنه وبنحط فيه المزيج وبنسحب منه او بننزل عليه، بنسحب منه من خلال الراكه دي اللي بتخش مكان الكارتجات، وبنبتدي نسحب منها المذيب زي ما هنعرف برضو في الفيديو ده. وعندنا البنز ده عشان نحرك بيه الويب، وعشان نحرك بيه الهيد، نرفعه وننزله، وده انسب حاجه اللي هو البوز بتاعه بالمنظر ده، مش البوز الرفيع ولا اللي هو التخين، البنز ده انسب حاجه. وعندنا سرنجات، بنستخدم 4 سرنجات، ممكن نستخدم سرنجه واحده ونشتغل بيها الالوان كلها. السرنجه بتاعتنا اللي البوز بتاعها رفيع كده، عشان في سرنجات تانيه بتبقى البوز بتاعها تخين، والسرنجات دي بيجي معاها ابر، دي اصلا بتبقى بتاعت الابر. البوز ده هو اللي بيخش فيه الخرطوم عشان نعمل عمليه السحب اللي احنا هنشوفها في الفيديو مع بعض. وطبعا عندنا الجفت دوت، يبقى جفت 25 سنتي او اكتر من كده. الجفت ده اللي احنا بنستخدمه عشان نحط الخرطوم بتاع الهواء في المكنه، الخرطوم اللي هو طالع من الجهاز. وعندنا مفك اللي احنا بنستخدمه، الفك معظم او ممكن يكون 95% من المسامير اللي في المكنه، وبالنسبه للتسليك مش بنستخدم برضو غير المفك ده اللي هو مفك تي 10 او بيسموه نجمه، ممكن التي 9 برضو يفك معانا، بس التي 10 بتبقى كفاءته احسن. وطبعا لازم يبقى عندنا مفك عاده رفيع او وسط، عشان برضو ده بيساعدنا في فك الكفرات. وعموما في الشغل بتاعنا برضو في اي اعطال تانية او فك وتركيب اكيد بنعوزه المفك العادي. والميزان ده من اهم واخطر الحاجات اللي احنا لازم تبقى موجوده عندنا، ويفضل ان هو يبقى ميزان كبير عشان اوزن الترابيزه اللي انا بشتغل عليها، وهنعرف ليه برضو في خلال الفيديو. ان لازم يكون المكنه والادوات بتاعت التسليك كلها على مستوى واحد، ما يبقاش فيه ميل عندنا، وهنعرف السبب برضو واحنا شغالين. فده ضروري جدا ونشتغل ان احنا نشتغل على حاجه مسطحه وتكون موزونه معانا، فده من اهم الحاجات في نجاح عمليه التسليك. ولو معانا برضو شويه مفكات، اي طقم مفكات كده بينفع معانا في الشغل، فك نجمه اقل شويه، ناخد منه مفك عاده ارفع اضخم على حسب ما احنا محتاجين، فدي برضو حاجه احتياطي بتبقى معانا بتنفع. طبعا قبل ما نسلك اي مكنه لازم نجربها الاول ونشوف المشاكل اللي فيها ايه، عشان ممكن المكنه وهي بتتنقل من مكان لمكان كان فيها مشكله تسليك بقى فيها مشكله ثانيه، فانت بتجرب المكنه المفروض قبل ما العميل يمشي. ده لو العميل بيبعت لك المكنه عشان تشوف القطع وتشوف المشاكل اللي في المكنه. فهنشغل المكنه، احنا وصلناها بالكهرباء. طبعا هنا المكنه جايبه لنا رساله ان احنا مش حاطين الدوبلكس، فهنحط الدوبلكس بتاعنا. وهنقول له اوكي. عامل لنا ان في مشاكل في الكارتجات، طبعا ده عادي من النقل. ممكن تبقى كارت الماجنتا هننضفهم وبعد كده نشغل المكنه تاني. كده احنا نضفنا التشيبايات بتاعت المكنه، يعني ممكن تنضفها بمنديل او بحاجه نظيفه لو لقيت الحبر تقيل شويه. احنا لسه مجربين وايبس، مناديل وايبس، واشتغلت معانا. يعني المكنه كده فتحت معانا، هنطلع تقرير ونخش على السيت اب، ندوس اوكي، برنت ريبورتس، ندوس اوكي، تمام، برنت كواليتي ريبورت، وندوس اوكي. طبعا في حاجات تانية بتبقى بالعربي، هي نفس الكلام بس بدل الانجليزي بقى بالعربي. كده احنا هنستنى المكنة هتطلع لنا ورقة، وده التقرير بتاع جودة الطباعة او البرنت كواليتي ريبورت. دي الورقة بتاعت التقرير بتاعتنا، وباين ان هو قاطع عندنا في اللون الازرق. احنا طبعا هنشتغل برضو في شوية خطوط في اللون الاحمر، وممكن يكون برضو في شوية حاجات بسيطة في اللون الاسود، فاحنا كده وخطوط برضو صغيرة في اللون الازرق. الخطوط دي يعني الخفيفه دي ممكن تروح مع التسليك وممكن ما تروحش، انما ده كده ان شاء الله بعد التسليك اللون الازرق ده هيكون اتظبط وملى وظبط معانا بقيه الالوان، اللي هو الاسود هنا التدرج ده عشان واخد معانا من الازرق، فمدي معانا المنظر ده. فهنسمي الله وكده احنا عرفنا ان احنا التركيز معانا هيبقى على اللون الازرق. اول حاجه طبعا هنطفي المكنه وهنشيل المغناطيس بحيث ان كارتجات البرنت هيد يطلع معانا لفوق، وبعد كده نطفي المكنه. الوضع ده كده اللي هو اسمه وضع الاغلاق، ده انسب وضع العميل يجيب لك بيه المكنه او العميل يوقف المكنه على الوضع ده، لان هنا الهيد بيبقى مكانه لفوق والويب بيبقى ساند تحت منه. لما هنفتح كده هنعرف الموضوع ده ازاي، او المنظر اللي بيبقى تموضع البرنت هيد مع الويب.
فالويب يعتبر بيبقى شايل الهيد فبيمنع من الحركه او اللي هو يحصل اي مشكله فيه. طفينا المكنه، هنشد الفيشه بتاعه المكنه، وطالما احنا بنشتغل جوه في الشاسيه بتاع المكنه او هنفك المكنه، يبقى لازم ادوس على زر الباور افرغ منه الشحنات، افرغ الشحنات من جوه المكنه لمده 10 ثواني تقريبا. طبعا بعد كده هنشيل الكارتجات بتاعتنا وهنفك المكنه كلها عشان نبتدي عمليه التسليم. هنشيل الدور بتاع المكنه، هنشيل عندنا المسمار اللي هو الامامي بتاع الباب الامامي، الثلاث مسامير بتوع الجنب او باب الجنب، عندنا في مسمار هنا، وعندنا في المسمار دوت بحته البتاع اللي ملهاش اي لازمه دي اللي انت ممكن ترميها. وده كمان مسمار الظهر. بعد كده هنشيل الدوبلكس عشان يسمح لنا ان احنا نفك المسامير بتاعت الكفرات اللي هي الصغيره في الجنب. عندنا في مسمار هنا وفي مسمار هنا. عندنا مسمار هنا. بنجيب المفك العادة ونحطه في المكان ده كده. ولما المكنة بتبقى أول مرة تتفك ممكن بيبقى تقيل شوية وماسك معانا، أو ممكن لو شلنا الكفر بتاع الظهر يتفك معانا إيه أسهل برضه. بيتبقى عندنا المسمار ده والمسمار ده. احنا بنفكهم بس عشان تسهل عملية فك بقية الكفرات او الكفر الامامي بالاخص. كده احنا نقدر نتخلص من كل الكفرات او بقية الكفرات زي ما احنا عاوزين. خلي بالنا من زرار الباب ده عشان ممكن يقع مننا. كده دي الكفرات اللي احنا بنشيلها عشان نشتغل في المكنة ونسلقها. في حاجة من الحاجات اللي ناخد بالنا منها، لو المكنة دي 477 بالأخص اللي هي 476 أو 477، لما أجي أركب الكفر ده من غير ما أشيل الفيدر والسكانر بخلي بالي الكابل ده وأنا بركب إن هو ممكن يتحرك من مكانه وأنا شغال بركب. وهنشوفه برضه مكنة 477 أو 476 وطريقة تركيبها، لأن هي بتبقى مزاولة شوية عشان دي بيبقى فيه هنا فيدر وسكانر، فدي ما بتطلعش معانا بسهولة، فبتبقى مزاولة معانا في الباب الأمامي. برضه هنعرف الطريقه بتاعتها ازاي، بس عموما احنا بنخلي بالنا لان ده من اكتر الكابلات المعرضه ان هي تتخبط فما تقراش معانا. ده وضع الويب والهيد. ادي الويب ده اللي بينضف طبعا الهيد، راكن بالظبط اهو ساند الهيد بحيث ان الهيد ما يتحركش من مكانه فما يحصلوش اي مشاكل. تمام؟ نجيب البنز، واول حاجه بنبتدي نطلع الويب بتاعنا. ده انسب بنز احنا ممكن نشتغل بيه في الجزئيه دي. كده الويب طلع معانا. طبعا الويب ده الجزء اللي هو اللي فيه دوت احنا هنشوفه هنتفرج عليه وهو شغال بيشتغل ازاي. ده الجزء اللي بيمسح اللي هو ده بالمنظر ده، واخد داير وما يدور حواليه دي كده اسمها السيرفيس سليد. ده اللي هو بينظف الهيد، وهنتفرج مع بعض في عمليه بعد ما نسلك ازاي عمليه التنظيف بتحصل.